وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهز إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحمسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه الرجل في الجماعه تفضل على صلاته في بيته او في سوقه 27 ضعفا، يعني أنه إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه 27 مرة، لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة. فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث ورد في ذلك ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. فأوجب الله جماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى واحد. ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب مكانه من المسجد أم بعد. كل خطوة يحصل بها فائدتان: الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة، والفائدة الثانية أن الله يحط بها عنه خطيئة، وهذا فضل عظيم. حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وهذا أيضا نعمة عظيمة. لو بقي منتظرا للصلاة مدة طويلة وأنت جالس لا تصلي بعد أن صليت تحية المسجد وما شاء الله، فإنه يحسب لك أجر الصلاة، لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هناك أيضا شيء رابع، أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وهذا أيضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال. والشاهد من هذا الحديث قوله: ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يدل على اعتبار النية لحصول هذا الأجر العظيم. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة
فإنه لا يكتب له هذا الأجر، مثل أن يخرج من بيته إلى دكان فلما أذن ذهب يصلي، فإنه لا يحصل على هذا الأجر، لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل المسجد، ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. والله موفق.